فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يمكنني أن أعرف المصطلحات التي يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه في العقيدة؟ ما بينت ما هي المصطلحات، ولكن أنت خذ من العلم ما يظهر لك، وما وهو بلازم أنك تفهم كل شيء بلحظة واحدة، تدرج شيء فشيء، تأخذ من كلام الشيخ ما يظهر لك وتستفيد منه ولو لم تحط به كله. نعم.